أجرى استشاري جراحة الرأس والرقبة في مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة الدكتور مطلق خالد السيحان عملية جراحية لمريض يعاني أوراما في الحنجرة، تعد الأولى من نوعها في الكويت والخليج العربي. الدكتور مطلق السيحان أكد أن العملية التي أجريت تمثلت بزراعة حنجرة اصطناعية بعد استئصال حنجرة تالفة لأحد المرضى. إنجازات تستحق التقدير والإشادة. ليس بغريب على أطبائنا الكويتيين أن يحققوا العديد من البصمات الواضحة في كافة المحافل الطبية على المستوى المحلي والعربي والدولي. فقد أجرى طبيب كويتي مؤخرا في مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة عملية جراحية لمريض يعاني من أورام في الحنجرة، تمثلت باستئصال حنجرة المريض وزراعة حنجرة أخرى اصطناعية. المريض كان يعاني من درجة متقدمة من ورم في الحنجرة، مما سبب له عدم القدرة على البلع أو التنفس. المريض كان بادي في عملية الإشعاع والكيمياء، العلاج الإشعاعي والكيميائي، والذي للأسف لم يكن له الجدوى بالنسبة لحالته. هذه العملية سارت بمسارات عدة، تمثلت بإعادة بناء البلعوم واستئصال الحنجرة وزراعة حنجرة اصطناعية. بالنسبة للعملية، العملية هي عبارة كانت عن استئصال الحنجرة كاملة وإعادة بناء البلعوم وزراعة حنجرة اصطناعية، لأن المريض كون شلتي من الحنجرة فهو يحتاج إلى مثل ما تقولين طريقين. الأول لكي أساس يكون قادر أنه يبلع عن طريق البلعوم، والطريقة الثانية اللي هو أنه يقدر مثل ما تقولين يتنسم عن طريق الفتحة تكون أمامية عن طريق وسط الرقبة. فالطريقة الثانية اللي استطعنا أنه مثل ما تقولين نسويها لها في العملية هذه، واللي هي مميزة بالعملية هذه، أنه زرعنا لها بنفس الوقت حنجرة صناعية يستطيع من خلالها الكلام مثل ما تقولين بعد فترة وجيزة من العملية خلال تقريبا 10 أيام. إذن هذه العملية الجراحية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت ودول الخليج العربي، فقد كانت تجرى سابقا بمرحلتين والآن تجرى بمرحلة واحدة. فإن دل على شيء فإنه يدل على مدى اهتمام أطبائنا الكويتيين في مواكبة كل ما هو جديد في هذا العالم المتغير والمتجدد. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.